13 سبتمبر 2020 من استديو شمس البحرين. نصبح عليكم بالخير مشاهدينا في حلقة بداية الأسبوع، راح نكون معاكم ساعة على الهواء. في هالحلقة إن شاء الله بننقل لكم فقرات متنوعة جهزها لنا فريق الإعداد لصباح الأحد. في بداية صبح عليك حازم، أقول لك صباح الأحد وصباح النشاط. صباح النور والسرور إيمان، اليوم فعلا بداية أسبوع أحد، الكل بعضهم متفائلين في هالاسبوع، بعضهم المفروض المعنويات سلبيه لانه يقول ايش بدايه اسبوع. لا المفروض المعنويات عاليه يعني، بس دائما النشاط والطاقه الايجابيه لازم تكون عند الفرد، ولازم يكون دائما نحرك فيها يومنا وصباحنا اكيد على اساس طول الاسبوع شنو تكون مستنين. اكيد في حلقه اليوم بنتعرف على نظام التعليم الفني والمهني ومميزاته، وموعدكم مع فقره الام والطفل اللي تقدمها الزميلة زينة مصطفى، وبنتعرف أيضا على دينا البرشيد على مفهوم آلام الجمود، وبالإضافة لفقرة المشروب الصباحي. اليوم معانا صادق محمد من الكوفي شوب روست. صباح الخير والنور والسرور صادق. إيمان تسمحين لي أروح؟ إيه لعبتك الكوفي الحين. إيه أنتي تيني في ملعبي شوي. شلونك صادق؟ الحمد لله. عساك تمام. طيب؟ عساكم بالقوة إن شاء الله. أول شيء يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك. بداية خلينا نتكلم عن الكوفي المختص والتجاري. أول شيء شكرا لتوحيد الفرصة في تلفزيون البحرين عشان نقدم مشروباتنا. حابين نتكلم نوضح الفرق بين القهوة المختصة والقهوة التجارية. القهوة التجارية هو المفهوم السائد، ما نبي نذكر أسامي بس هاي اللي معروفين. شو الفرق بين القهوة التجارية والقهوة المختصة؟ هي طريقة التعامل معها. القهوة المختصة يتعامل إياها بطريقة كلش سبيسيفيك، وهي دائرة يعني يجتمع فيها أربع عوامل. أول عامل اللي هو المزارع، ثاني عامل اللي هو التاجر اللي هو المورد، وثالث عامل اللي هو الحماص، ورابع حامص هو معد القهوة اللي هو البرستا. فجميع هذولين يشتركون ويشتغلون يطلعون أحسن ما عندهم عشان في الأخير ينتجون لك هاي الكاب أوف كوفي. أنزين شو مجهز لنا اليوم؟ شنو راح تسوي لنا؟ أعتقد يعني أغلبية المشاهدين يحبون الكوفي. صحيح. خاصة في الفترة الصباحية. في الفترة الصباحية لازم الناس ما تعرف تبدي يومها من غير الكوفي. أنا واحد منهم. اليوم عندنا طريقة التقطير، الكوفي بالتقطير اللي هي المانيوال بروينج. بنستخدم أداة البي 60 اللي هي البي 60. هاي الأداة طبعا أداة يابانية. ليش سموها بي 60؟ هي الشكل مال الأداة نفسها، ودرجة التدريج 60 درجة مئوية، فكذي يسموها V60. هي هاي عادة أغلب أداة رائجة يعني في المانيوال بروينج. احنا بعد في أدوات ثانية اللي هي الكيميكس والأيروبريس، إن شاء الله في الحلقات هاي كلها أدوات تقليدية. كلها أدوات تقليدية مانيوال مانيوال بروينج. احنا ما نتكلم متمسك بالمانيوال. أنا شخصيا أحب الفلتر، أحب أشرب الفلتر. والقهوة المختصة هي تقريبا يعني تقدر تطعم إيحاءاتها من خلال الفلتر كوفي. عندنا إيمان يعني عكسي تماما، مو من محبين الكوفي ولا تشربه. إن شاء الله أساسا اليوم بتشربه. اليوم جايبين لكم بس بنجرب يعني معاه. اليوم جايبين لكم قهوة شوية فريدة من نوعها اللي هي سي ام سيلكشن. سي ام سيلكشن هو بروسيس جديد ظهر آخر سنتين ثلاث، من 2015 تقريبا. حلو. فاز في بطولة كأس العالم واحد اسمه ساشا، وهو اللي استخدم هاي البروسيس السي ام كربونيك. هي عباره عن تنقيع بالطريقه الكربونيه عشان تعطي الكوفي فليفر ازيد. يعني في القهوه العاديه يبغي لها ناس مختصين عشان تقيم الكوفي وتطعم ايحاءاته. الناس العاديه يعني سمعت عن لازم الكابينج سيشن. الكابينج سيشن هاي اقول لك هاي الكوفي شنو فليفر ماله. ايه. بس هاي يحتاج لناس دي براكتس يعني لوت بروفيشنال عشان هاي القهوه تطلع لك هاي الايحاءات. يعني انت حين اذا شربتها بتشوف الطعم فيها. انزين عندنا اللي هو الاورنج والريد، شو الفرق؟ الاورنج والريد هاي في كاتيجوريز في السي ام سيلكشن. في كاتيجوريز اللي هو الريد الجاسبر. الجاسبر هي عباره عن طعم الريد فروت فليفر، ستروبري، رازبري، وات ايفر ريد. يعني يعني النكهات. النكهات والاورنج هي عباره عن اليلو والاورنج فروت، مانجو، باينابل، شمام. انزين صادق نبتدي؟ نبتدي اليوم عندنا هاي القهوة من بنما جيشا، محصول جدا مميز. راح نشرح طريقة البي 60.
في القهوة المختصة حتى في طريقة الباكينج والمعلومات اللي عليها ما تحصلها في القهوة التجارية. احنا هنا نخلي جميع معلومات الكوفي اللي هي الكب بروفايل، شنو طعم القهوة، شنو الكابينج سكور مالها، شنو الفارم اللي سوت هاي القهوة، والاتيتيود، نسبة الارتفاع. نسبة الارتفاع وايد تفرق في جودة القهوة نفسها. كل ما زادت ارتفاع زراعة القهوة عن السطح الأرض كل ما زادت يعني في تفاصيل دقيقة، يعني في تفاصيل جدا دقيقة. تعرفين هالمعلومات؟ والله المعلومات هذه أول مرة أسمعها، لأن أنا مو وايد أشرب الكوفي، يعني كلش ما أعرف أي بس معلومات. بس أنا أشربه أول مرة أسمعها، كلنا نشرب. يعني هاي معلومة جديدة. أن تزرعها فوق يعني على سطح ارتفاع سطح الأرض بعد يفرق. كل ما زاد عن ارتفاع سطح الأرض كل ما زادت نسبة جودتها. في نوعين من الكوفي، في الروبستا والأرابيكا. الأرابيكا هو اللي ينزرع في المرتفعات، والروبستا هو اللي يرتفع، هو اللي ينزرع على سطح الأرض. أنت شوقت أنت نبي نذوق الحين. في الكوفي في بعد سلالات، يعني كل 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 نوع شجرة لها اسم. هاي اللي اليوم جايبينها اسمها قيشة، من فصيلة القيشة، من يعني أفخر أنواع الكوفي. نجرب. يلا. الله. صح صحتك ريحة القهوة حازم. القهوة الصبح غير، لازم تجربين، يعني انت لو تجربين مرة مرتين المفروض اتعود اغير شوية. الوزن تشتغل. ايه لازم الوزن يساوي الوقت. الحين احنا سوينا 20 جرام. انزين. بنسويه على 300 ml واتر. شو طبعا مواصل. طاحونه يدويه شو من دانتي. اي كلها يدوي. ها كلها يدوي. شلون يعني يساوي الوقت؟ هي معادله ريشيو. ايه يعني لازم كميه القهوه اللي تستخدمها تعادل كميه الماء عشان تعطيك كوب متساوي. فاحنا نحسب حق كل جرام قهوه 16 جرام ماء. يعني هو فيزياء اكثر من ما هو كوفي. ايه بعدين دشينا في الرياضيات شوي. وعشان كذي يمكن هاي اللي يميز القهوه الصح، يعني نفس ما يقولون قهوه اللي تجيب الراس اللي تعدل المزاج، ان تكون في مكوناتها فيها قياس معين، وزن معين، كثافه معينه. في ناس ما وصلوا لمرحله في القهوه ان من يذوق القهوه يقول لك نوعها وتاريخها ومن وين وشلون والطريقة. يعني هي القهوة المختصة عالم ثاني، يعني بحر إذا دشين فيه ما له نهاية. وفي ناس عندهم شغف في هاي الشيء. علم الكوفي بحد ذاته ما شاء الله. يعني الحين هاي ثقافة قاعدة تنتشر في البحرين، ما كانت موجودة السنين اللي طافت. وتشوفون ما شاء الله الهبة، يعني كيف شفات كل يوم الثاني قاعد تفتح. بس احنا يعني عادة بس نشرب وخلاص، يعني احنا لان اي لان انت اذا عجبك نوع ولا نوعين او ثلاث انواع معينه بتشربهم تتعود عليهم. بس الناس المختصه لا، يعني يحبون يجربون كل شيء، يحبون يعرفون حتى المكونات، يكونون دقيقين في هالسالفه. عندنا هاي الفلتر نستخدمه هاي للتصفيه. يعني اول شيء نسوي ويتنج، نرطب الفلتر ان ساعات الورق يكون فيه طعم الورق، فاحنا ما نبغي هاي طعم الورق يجي في الكوفي. فنسخنه بمويه دقيق لهالدرجه دي. اي عشان ينزل تحت. حلو. وبعدين تبتدي الحين نصفر الميزان. هاي تقريبا 20 جرام بالضبط. 20 جرام بالضبط. الحين بدي اول مرحله، هي مرحله ترطيب القهوه. في هاي المرحله لازم نتاكد ان الماء يوصل بالتساوي حق كل القهوه الموجوده في فتوزعها في الفي 60 بطريقه متساويه. بتكون بهالطريقه. اي هاي يسمونها اول مرحله، مرحله الترطيب. ننطر 40 ثانيه عشان القهوه كلها تترطب. والاحسن ان احسن ان نهز الكوب لنفس السيرفر عشان نخلي الماء يتوزع على جميع القهوه. بس هذه الطريقه التقليديه يعني حق الكوفي. صحيح، هاي الطريقه التقليديه. في كذا ادوات، في كذا ميثود. واحد من هالميثود البي 60
عندنا ميثود ثاني اللي هو الكيمكس، وعندنا الايروبريس، اداه الايروبريس، عندنا اداه كل يوم الكلمة. تعرفنا على شيء ان شاء الله فيه. كل يوم بنجيب لكم اداه ونخليكم تجربونها. حلو. خبرها تشوف الفن حازم. احنا بس نحط خلاص قفشتين شوي ماي حار. وهو بعد على حسب، في ناس تحبها مطبوخة. في روست نهتم في هاي التفاصيل جدا يعني، واحنا سبيشاليتي نقدم قهوه، القهوه المختصه، فنهتم في جميع التفاصيل يعني، حتى بعد تحضير القهوه نقيس نسبه السترينث مال القهوه والتي دي سي مالها عشان نتاكد ان احنا وذن ذا ستاندرد، انترناشونال ستاندرد. بس في ناس يعني اذواق، في ناس يحبون اللي هي القهوه لازم تنغلي. هاي سؤال وايد يتكرر علي خصوصا في الكوفي شوب، بيوني ناس يدشون نبغي احسن واقوى قهوه موجوده عندك. في القهوه مو موجود لا احسن ولا موجود اقوى، في فليفر، في طعم انت تستصيغه، في طعم ايمان ما تستصيغه، وفي النهايه الناس اذواق. اي في النهايه الناس اذواق، فانت لازم تجرب. فهاي انا اكبر مشكله اواجهها في الكوفي شوب كذي، ان الناس تجيني ابغي قهوه تقعدني من الصبح. ما في قهوه تقعدك من الصبح، نجرب شو الموجود، شو اللي يعجبك مش عليه، شو اللي يركب معك، شو اللي يركب معك مش عليه. الحين لازم ايمان تجرب. انت حازم عاده اذا تشرب كوفي شنو اكثر شيء تركز عليه؟ اعتقد مع السرعه ما اركز على شيء. صدق؟ يعني هل تحب يعني نكهه معينه في الكوفي ولا تحب البلاك؟ صبح بلاك. دائما هي القهوه بحد ذاتها يعني البلاك تعطيك فليفر منها وفيها. احنا في السبيشاليتي كوفي فيلد ما نشجع المشروبات اللي فيها شكر، سيرب ما سيرب وغيره، بس احنا في يعني لازم نمشي على حسب الريذم مال السوق، هاي المطلوب. بس احنا قاعدين نحاول نبدل منتاليتي مال الناس، خليهم يتجهون حق القهوه المختصه لان هي اصح صحيا يعني. وثاني شيء وفي لها يعني ايمان فوائد وايد ترى القهوه وايد لها فوائد. شنو بس كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده. يعني هاي الفي 6 القهوه المقطره الفلتر ينصحون بها من 4-5 اكواب يوميا. ما شاء الله من 4-5 تكون هيلثي، تحارب الكانسر في الجسم وتحرق الدهون وتخلي المخ يعني في نسبه تركيز نشاط، اي نشاط اعلى من العادي، وتحرك الدوره الدمويه في تنشط الدوره الدمويه في الجسم. والله هاي الطريقه لها دور. نعم الطريقه لها دور في هاي. انا اتكلم عن عن الـ عن الـ عن القهوه السوداء اللي هي المستخلصه الفلتر، شلون الطريقه اللي تسويها يعني، اي سواء كانت في 60 لو تشيمكس لو ايروبريس، هاي كلها تعتبر قهوه بالتقطير مانيوال برونج. حاليا جهز. زين انا ما اشرب اي شيء حار، عادي تحطون لي فيه ثلج؟ اي نسوي لك ثلج الحين مع ايس. انجوي بنما قيشة أمبر. حازم الحين أنت مستمتع مع القهوة، ريحة يعني عالم آخر. وخفيفة بعد. خفيفة؟ صدقيني بتعجبك، ذوقيها لو حارة الحين شوي. بجربها. أنا بخلي لك فيها ثلج عشان تصير باردة. أنا بس أشرب القهوة العربية اللي هي تكون حارة يعني. تسلم. شكرا حازم ما قصرت. ذوقي وعطينا رايك. بس يبي لها تبرد شوي دام انت ما يبي لها يعني تبرد شوي. ما تشربين حار؟ بردتك حطينا فيها الثلج. انت لما تشربين اول مره كوفي اكيد ما بيعجبك. بس مع الايام. مع الوقت. لا هي يمكن قوية شوية مو متعودة لأن كلش أشرب قهوة. بس طعم الباينابل والمانجو فيها واضح. الحين بجرب. عموما صادق كل الشكر والتقدير لك، فرصة سعيدة على وقتكم وشكرا على الاستضافة. بالعكس استمتعنا معك، واكيد بكره لقائنا راح يتجدد معك ان شاء الله طريقة اخرى وكوفي أداة جديد ثانية ان شاء الله. نبي كل يوم تغيير، نبي نصدم ايمان شوي. اي باكر انا عاد حازم بجرب مع صادق نسوي شغلات جديدة. انت يعني اذا دشيتي هالعالم اي بتنسين العصاير. زين نروح الى الان، ننتقل الى فقرتنا الثانيه مع فاصل. بروح فاصل ونرجع مره ثانيه. خليني اشرب قهوتي، خلينا نطلع فاصل. زين روح فاصل خلكم معنا.
عودة لكم متابعينا، وننتقل إلى تنوع الأساليب وتتعدد الطرق في مجالات التعليم المتاحة لتأهيل الطالب وإكساب القدر الكافي من المعلومات والمهارات اللي تمكنه من الدخول في سوق العمل. واليوم حديثنا بيكون حول نظام التعليم الفني والمهني وأهم مميزاته مع الأستاذة منى عيسى الحمداني، اختصاصي تربوي بإدارة التعليم الفني والمهني، وأيضا الأستاذ يوسف خالد العيسى، خريج تعليم فني ومهني ويعمل موظف في قطاع الحكومة. صبح عليكم الخير والنور والسرور بداية. يا هلا ويا مرحبا فيكم، نورتونا. يا هلا فيك. طبعا راح ابتدي معاك استاذة منى، في البداية نبي نتكلم ونعرف المشاهدين اكثر عن مجال التعليم الفني والمهني. اول شيء حبيت ان انا اشكركم على استضافتكم الجميلة لنا في شاشة البحرين الجميلة، لنعرف المجتمع على التعليم الفني والمهني. التعليم الفني والمهني هو مسار متاح لخريجي التعليم الإعدادي كأحد المسارات في المرحلة الثانوية. ما يميز التعليم الفني والمهني أنه هو يمزج بين المعلومات الأكاديمية اللي يتلقاها الطالب في الصفوف النظرية والتطبيقات العملية من خلال الورش التدريبية في المدرسة والغرف المحاكاة، بالإضافة إلى فرصة التدريب في مؤسسات سوق العمل من خلال برنامج تكوين. التعليم الفني والمهني يتيح الفرصة للطالب أو خريج التعليم الفني والمهني ثلاث خيارات بعد التخرج. أول خيار للطالب يتاح له الدراسة الجامعية في مؤسسات سوق العمل، بما أن الطالب يحصل على الشهادة الثانوية فهو يدرس في الدراسة الجامعية في مؤسسات سوق العمل في مؤسسات التعليم العالي بما فيها الجامعات الحكومية، جامعة البحرين والبوليتكنيك والجامعات الخاصة. الخيار الثاني، طالب أو خريج التعليم الفني والمهني يقدر يلتحق ب سوق العمل مباشرة بعد التخرج لما اكتسبه من مهارات خلال التعليم في خلال الدراسة، وأيضا التحاقه بالتدريب الميداني، فهذه عطته اكسبته خبرة ومهارات في مهارات وظيفية الأساسية نقدر نقول تأهله أنه يدخل في سوق العمل. أما الخيار الثالث للطالب فهو يقدر يفتح مشروعه الخاص أو مثل ما نقول سمول بزنس، لأن في نفس الشيء في الدراسة بعد إحنا ندربهم على مهارات ريادة الأعمال البسيطة، وأيضا نعرفهم بمؤسسات المجتمع التي تدعم هذه المشاريع الصغيرة. فإحنا نفتح له ثلاث مجالات للطالب، أما أنه يلتحق بالجامعة أو أنه هو في نفس الوقت يقدر يحصل على وظيفة بسيطة مثل ما نقول في البداية. يعني الخيارات مفتوحة أمام الجميع في ومتساوية، سواء كانت مهنية أو أكاديمية أو تعليمية. يوسف، يعني بحكم خبرتك يعني من خلال هذه المجال المهني وتخرجك منه وأيضا طريقة عملك في الوظيفة الحالية، خلينا نتكلم بشكل أكبر، أنت شنو اكتسبت من مهارات خلتك توصل للمستوى اللي أنت فيه؟ بداية حبيت أشكركم على استضافتنا لنا اليوم في تلفزيون البحرين، وأشكر الأستاذة منى والفريق التعليم الفني والمهني على اختيارهم لي اليوم أن أنا أتكلم عن تجربتي نخليها حق التعليم الفني والمهني. طبعا بداية يمكن نقدر نقول إحنا كأي طالب يتخرج مرحلة الإعدادية لازم يلتحق بالمرحلة الثانوية، لكن هني يكون القرار مشترك بينه وبين الأهل. القرار يكون ساعات صعب. ساعات يكون صعب خصوصا في ذي المرحلة، أن أنت مثلا يمكن ما تدري شنو ميولك، ما تدري شنو هذه الأمور. فالحمد لله بقناعتي مع موافقة قول الطرفين الأهل، وأنا الحمد لله خذيت تخصص التعليم الفني والمهني، تخصص تجاري. فيوم دخلت صراحة انبهرت بالموارد المخصصة حق التعليم الفني والمهني، من أجهزة الكمبيوتر، اللابات مثلا فيها كل الأجهزة الإلكترونية اللي يحتاجها الطالب حق انه هو يواكب كل يعني التطور الموجود، الصفوف اللي مجهزة بالبروجكترز، السمارت بورد وغيره وغيره من هذه الأمور، بالإضافة إلى المواد اللي احنا مثلا كانت تدرس كانت طريقتها جدا مختلفة عن مثلا التخصصات الثانية.
وكانت تعتمد أكثر شيء على اللي هو العروض التقديمية من ناحية أن هي تقدر أنت مثلاً تواكب مع أي مثال في الوقت الحالي كان يصير، وبالإضافة إلى أن يتم إعدادها بشكل إلكتروني وشكل مثلاً تفاعلي أكثر في الصف. بالإضافة أحد المواد اللي هي جداً مهمة أشوفها واللي هي كسبت العديد من المهارات الشخصية مثل ما ذكرت، يعني ساهمت في صقلك في الوظيفة اللي أنت فيها الحين. بالضبط، فهي مادة السمول بزنس، أن يتم تقسيمها، أن المادة تنقسم على فصلين. الفصل الأول أن احنا نختار مثلاً فكرة مشروع ونشتغل على خطة العمل، بالإضافة إلى الفصل الثاني أن احنا نحاول قد ما نقدر نطبقها على أرض الواقع. فهني نكتسب عدة مهارات، مثلاً العمل الجماعي، حل المشكلات، التقديم، حلو، وغيره وغيره من الخبرات المواهب اللي تقدر والمواهب اللي تكتسبها من خلال. فبعدها اللي هو المرحله الجامعيه، الحمد لله تخرجت، حصلت بعثه الى بوليتكنيك البحرين. بوليتكنيك البحرين اصقلت المهارات اللي انا حصلتها بدايه في التعليم الفني والمهني الاساسيه اللي انا بنيت عليها. بوليتكنيك البحرين يعني اسلوب التدريس عندها بالاساليب المتطوره اللي قاعده تستخدمها مشت على نفس النمط اللي كان في الثانوية. صح، ما كان في اختلاف مثلا طريقه التدريس، فانا كان عندي شيء وايد سلس ان انا امشي مع طريقه التدريس. يعني استفدت اكيد من المكتسبات اللي تعلمتها من خلال هذا المجال وطبقتها في مجال عملك. يعني استاذ منى، يمكن ذكر استاذ قبل شوي قال المكتسبات اللي هو اكتسبها، لكن انا ودي اسال عن المميزات اللي يقدمها اكيد نظام التعليم الفني والمهني للطالب نفسه. شنو هي المميزات؟ المميزات ان الطالب تتوفر له كل الموارد للدراسه النظريه، في نفس الوقت التطبيقات العملية. مثل ما قلت لك، الفرصة اللي يقدمها التعليم الفني المهني إن الطالب يلتحق بسوق العمل في المستوى الثالث، أو مثل ما نقول إحنا في توجيهي بلغتنا، إنه هو يدخل في سوق العمل لمدة 4 أسابيع. عندنا مؤسسات متعاونة معانا تدرب الطلبة. اللي حبيت أضيفه يمكن أو واضحة إن التعليم الفني والمهني لا يقتصر على التعليم الصناعي، وإنما هو تجاري أيضا في جميع التخصصات ومفتوح للبنات والبنين يعني. فعندنا مؤسسات تجارية ومؤسسات صناعية أكيد. وفي منها هاي هو المميزات اللي احنا نقدمها حق الطلبة. في نفس الوقت نتعاون مثل ما قلت لك مع مؤسسات المجتمع اللي تدعم مثلا المشاريع الصغيرة. في وايد عندنا قصص نجاح من الخريجين ان هم افتحوا مشاريعهم الصغيرة، واحنا نشوفهم تستضيفونهم عندكم في برنامجكم. فكل هذه مميزات نقدمها لهم، بالإضافة إلى أن هم لما يتخرجون يلتحقون بالجامعة وفي بعثات تقدمها وزارة التربية والتعليم لهذه الطلبة. جميل. نعم يوسف، كل أمانة يعني أنت من خلال حديثك التمست أن أنت محب إلى التطبيقات اللي أنت جربتها في المرحلة الثانوية، ولكن بكل أمانة هل الأهم بالنسبة لك أو بالنسبة للطالب نفسه المهارات الأكاديمية التعليمية ولا التطبيقية؟ والله هما اثنيناتهم مهمين، بس لازم ان احنا نوازن بين الاثنين. يعني التعليم الفني حاليا في الوقت الحاضر يعني سوق العمل يتطلب مثلا خريجين عندهم المهارات المطلوبة حق هذه يعني بعض الاشغال بعض الوظائف. فانا يعني اتمنى ان حق الاشخاص انهم يختارون صح ويوزنونها صح. يعني التعليم الفني وازن بين الاثنين، يعني عط كل شيء حقه. يعني بصورة بسيطة، يعني بالنسبة لي التعليم الفني وايد مهم وساهم في تكوين يعني المهارات أكثر ورسخها، يعني من ناحية أن أنا أطبق الأشياء اللي أنا يعني تتعلم وتأخذ معلومات وتكتسبها، ولكن شلون تطبقها عن طريق التعليم المهني. صحيح. هو يكونوا مكملين حق بعض. صح. ومثل ما ذكرت مساعة أن الطالب أو أستاذ منى بعد الطالب يتخرج في ثلاث مثلا ميزات عنده، أنه هو يدخل سوق العمل أو أنه هو يبني له مشروع الخاص أو أنه هو يكمل الدراسات العليا.
على حسب اختيار الطالب وعلى حسب مهارات الاكتساب وقدرات اللي وين يشوف نفسه اكيد بالضبط. في المستقبل. بس استاذه منى شلون قدرتوا تمزجون بين ان الطالب يقدر يستوعب مثلا الامور التطبيقيه وايضا الامور المهنيه والفنيه ويحاول انه يكسبهم مع بعض عشان هو يكتسب هذه المهارات؟ هو نظام الدراسه او نقول الخطه الدراسيه في مواد نظريه اللي هي المواد الاساسيه اللي كل طالب يتوجب انه ياخذها للحصول على الشهاده الثانويه، بالإضافة إلى تخصصات خاصة بالتعليم الفني المهني، تخصصات في المسار التجاري وفي تخصصات في المسار الصناعي. هذه التخصصات احنا نركز عليها بصورة عملية، يعني نكسب الطالب المهارات لهذه التخصصات. لو قلنا مثلا تخصص المالتي ميديا أو وسائط المتعددة، فهني الطالب نكسبه هاي المهارة مثلا في المالتي ميديا، مثلا التصوير، تصميم الجرافيك، تصميم الويب سايت. فالطالب عندنا يقدر لما يتخرج يكون أنهى كل هذه المهارات حق هذا التخصص، بالإضافة إلى المعلومات الأكاديمية. فعندنا طالب يخرج أو متخرج يكون عنده معلومات أكاديمية ويقدر يطبقها بصورة عملية، بالإضافة إلى المهارات الشخصية. وايد مهم أن إحنا ننمي عندهم المهارات الشخصية. وايد تفرق بين طلبة التعليم الفني والمهني، بكون شوي متحيزة، بين التعليم الأكاديمي، أن الطالب تشوفه لما يوقف أو يتكلم يكون وايد عنده ثقة في النفس، لأن هذه إحنا ننمي عندهم. روح العمل الجماعي، يقدر ينخرط ويشتغل مع مجموعة. لما تصادفه مشكلة عنده مهارة حل المشكلات. فهاي كلها بالإضافة إلى نقطة يمكن قفلت عنها، أن إحنا في عندنا مقررات اسمها مقررات أو مسارات مساقات التنمية الشخصية. تنمية الشخصية وتنمية الشخصية ننمي فيها شخصيتهم ونعرفهم على المهارات المطلوبة في سوق العمل، حتى نعدهم كيف أنهم يلتحقون بسوق العمل. يعني مثلا شلون يعد السيرة الذاتية اللي هي السي في، أو حتى يدخل مقابلة، نعطيه كل المهارات اللي يحتاجها. يكتسب مهارات هو في سن صغير ممكن ياخذها ويحتاجها هذه المهارات بشكل عام في حياته أكيد، على أساس بعد ينمي نفسه ويقدر يطور هالمهارات في المستقبل. يوسف، توصيات في النهاية، توصيات اللي أنت توصي فيها الطلبة اللي حابين يلتحقون بالمجال الفني والمهني. طبعا يعني توصيتي أو يعني حق كل طالب اليوم، أنه لا يحط مثلا حاجز أمامه، لا يسمع مثلا كلام الناس شنو يقولون عن مثلا هاي التخصص أو أي شيء. مثلا تشوف ميولك أنت، يعني وشنو تبي تصير في المستقبل، شنو حاط في بالك أن أنت هاي الأمور اللي أنت تبي تحققها مستقبلا. دائما كلام الناس في النهاية يمكن أغلبهم ما يكون مبني على دليل معين أو صح. مثلا على يعني برهان، كله وجهات نظر أنا أشوفها، ما يكون على تجربة بعد. صحيح صحيح. فلازم أنت قد ما تقدر اطمح ان انت تحقق، يعني قد ما تقدر توصل الى اعلى الاماكن واعلى المراتب. يعني انا الحمد لله حققت وايد امور، يعني في يعني بالترسي، يعني بالاساس اللي تم يعني عليه في المرحله الثانويه. فانا في المرحله مثلا الجامعيه وصلت الى رئيس مثلا مجلس طلبه بوليتكنيك البحرين، شاركت في عده مثلا مؤتمرات مثلا خارج مملكه البحرين، مثلت المملكه. فهاي يمكن في يعني اشي ما كنت يمكن حاطها في بالي انا في البدايه في ذي المرحله، لكن التاسيس القوي ساهم صح في هذه الاشياء، نمى عندك هذه الموهبه صح، واستخرج منك هذه المكتسبات الجميله صح اللي انت اليوم قاعد تطبقها في حياتك. يعني اكيد نشكر تواجدكم وحضوركم معنا الاستاذه منى عيسى الحمداني، اختصاصي تربوي باداره التعليم الفني والمهني، والاستاذ يوسف خالد العيسى، خريج تعليم فني ومهني ويعمل موظف في قطاع الحكومه. كل الشكر لكم، يعطيكم العافيه، واكيد نتمنى لكم كل التوفيق. يعطيكم العافية، شكرا لكم، موفقين إن شاء الله، من نجاح إلى نجاح إن شاء الله. يعطيكم العافية، ما قصرتوا. إذا متابعين بنروح إلى فاصل قصير وبعدها راجعين لكم مع زميلتنا زينة مصطفى في فقرة الأم والطفل، خلكم معنا. شمس البحرين،
بما انها صارت على المدارس على الابواب والكثير من المدارس اللي اوريدي ابتدت في الدوامات، اليوم راح نتكلم اكثر عن تهيئه الطفل للدراسه عن بعد مع مدربه الموارد البشريه منى حبيل. صباح الخير. اهلا صباح. شلونك؟ الحمد لله تمام. في البدايه ابي اتكلم معاك عن الاطفال اللي خلينا نقول اللي هم ممكن يتقبلون فكره الدراسه عن بعد اكثر من غيرهم. الاطفال بشكل عام راح يتقبلون الدراسه عن بعد او الدراسه بالحضور الى المدارس على حسب البيئه اللي تتهيئ اليهم اساس نوضح. لكن أكثر أطفال راح يتهيئون إلى الدراسة عن بعد هم اللي مروا بالتجربة، يعني خلنا نقول اللي دخلوا المدارس العام وأخذوا كورس أونلاين، المدارس صارت أونلاين. الأطفال الحديثين اللي توهم بيدخلون شوي عليهم التجربة غريبة وصايرة، يعني هم ما عندهم تصور على إخوانهم أنهم لازم يحملون الشنطة وبيروحون، لكن اللي مروا بالتجربة لا يكون أهون شوي عليهم، وحتى تقبلهم إلى التجربة أخف من بقية الأطفال الجدد اللي يدخلون عامهم الدراسي. يعني صعبنا الموضوع أكثر أحيانا على الأمهات اللي عندهم أطفال توهم بيدشون المدرسة. إن شاء الله راح نساعدهم. في كثير من اليهال اللي يعني يحبون فكرة إن إحنا نروح نشتري قرطاسية وشنطة جديدة، من كذي يكونوا متحمسين أكثر حق خلينا نقول اول اسبوع دراسي. بس شلون احنا ممكن نمهد حق الطفل فكره ان هالسنه ما راح يكون في شنطه مدرسيه، راح يكون في خلينا نقول دراسه الكترونيه عبر اللابتوب وغير، خصوصا اول فتره. ليش احنا عندنا مفهوم بما ان هي دراسه اونلاين ما في شنطه؟ ليش عندنا مفهوم بما ان دراسه اونلاين ما في قرطاسيه؟ من وجهه نظري كأم بطلع ويا أولادي وبروح أشتري لهم شنطة وبنشتري قرطاسية إذا كنت محتاجة فعلا في البيت، سواء شنطة جديدة وقرطاسية. الطفل اللي أول مرة راح يدرس ضروري هذا يعيش الجو، أروح إياه وأشتري الشنطة وأخذ القرطاسية، بعد ما نرجع أكلمه أقول له عن الوضع العام، طبعا هو عايش الوضع بس أفهمه أعطيه صور، هو من نفسه أصلا راح يقول لا أنا ما راح أروح المدرسة المرة الثانية، إن شاء الله راح يخلص هذه الجائحة وإحنا راح نطلع. شنطته بتكون وياه وكتبه، خصوصا أن بعض المدارس تطلب أن المواد الدراسية والكتب تكون موجودة، فخلنا أخليها في الشنطة ووقت الحصة تطلع من الشنطة ويلبس كامل الوضع، ف خلينا نعيش فعلا في مدرسة حقيقية، بس اللهم المعلمة أشوفه عبر شاشة. حلو. الجو المدرسي خلينا نقول أو الجو اللي في البيت حق الدراسة هل يفرق مع الطفل خصوصا في تحصيله الدراسي أو المستوى التركيز خلال الدراسة عن بعد؟ راح يصير في فرق. الفرق الأول طبيعة الجو الدراسي في المدارس غير، إني أتواصل مع طلاب، أكون صداقات، في رحلة بنروح وبنرجع، في معلمة، في امتحانات، وهذا الجو بشكل عام يكون مكثف. في البيت أنا راح أخلق جو مصغر. هني راح يساعد أساساً مجموعة من الطلاب، من ضمنها الأطفال اللي عندهم صعوبات تعلم، راح يصير تركيز أكثر في البيت على الدرس والأم وحتى المعلم. الطلاب اللي مثلا خلنا نقول هم متفوقين بصير عنده مجال اكثر يقرا في هذا المجال اللي يحبه، يتوسع، ممكن يقدم انشطه اكثر، والام تدمج ما يتعلم الطفل من خلال الشاشه بما موجود في البيت، فصير عمليه ربط. فهي العمليه احنا شلون ندير العمليه التعليميه بين المعلم وبين البيت. حلو. يعني احس بعد حلو اذا ممكن تسوي لها كذي كورنر بسيط في البيت، كرسي وطاوله، انه كنا مدرسه صجيه. بالضبط. هذه نقطه مهمه احنا كاولياء امور لازم نهيئ اولادنا اليها. بما ان في مدارس، فعلا في مدارس يفضل ان الطفل يقعد من وقت في جرس ترى ابتدى الدوام عندك يتريق، وعنده كورنر خاص. اذا عندي انا كأم مساحه في البيت اخلي صف، منو منا في حياته يوم هو طفل ما كان يتمنى يسوي مدرسه، كنا لعبنا لعبات مدرسه، خلي زين صفه وخلي في قسم حق الاستيشنري وقسم حق اللابتوب، واذا عنده اخوان اثنين ممكن يكونوا في نفس المكان بس احط لهم سماعات وبدون ما يصير تشويش على بعض يكون جدا ممتاز. يكون عندي جرس خلصت الحصه، عقب ما تخلص الحصة في نشاط، نشاط حركي، يلعب، يسوي أي شيء بس بعيد عن الشاشة. بعد عندك فسحة بريك، شنو الوجبة اللي تبغي تأكلها الصحية المفضلة؟ خليني أستمتع في وقت للنوم، في جدول مكتوب ومرسوم. أنا كولية أمر أشعر أنه فعلا في مدرسة، حتى هو نفسه كطالب يحس بالمسؤولية الحقيقية أنه قاعد يدرس، مو بس مجرد أنه قاعد في اللابتوب وعليه البجامة وعلى السرير وقاعد يدرس، هذه ما صارت دراسة. صح صح. في كثير من الأمهات
يحسون ان التعلم عن بعد يشكل لهم مسؤوليه وايد كبيره، خصوصا ان هم اللي راح يتابعون مع اطفالهم. بس شلون ممكن الام تعلم الطفل حتى لو كان عمره صغير انه هو يتحمل مسؤوليه دراسته، هو يكون مسؤول عن خلينا نقول مستوى تعليمي في خلال هذه الدراسه عن بعد؟ نفس الام اللي تقول ان مسؤوليه الدراسه الان بتصير عبء عليها، هي نفسها اللي كانت تفتح الشنطه. ان من يدخل تفتح الشنطه. اليوم صارت العملية أسهل لما أعلم الطفل شلون يستخدم اللابتوب، كلمة السر، شلون ممكن يدخل، والوقت. هذا جزء كبير يخلي الطفل يشعر بالمسؤولية. واليوم أطفالنا أصلاً مستعدين لأنهم ويا الأجهزة، فهذه الكلمات والاستخدام والباسورد واليوزر نيم كلها سهلة عليهم. الأم على أساس ما يصير عليها عبء، مثل ما أنتي مو موجودة يا في الصف، لا تكون هي موجودة الحين، خليه في الكورنر ويا المعلم ماله بالمتابعة. عقب ما يخلص الساعة عندك شيء ما فهمته، في شيء تحب أساعدك، شوف الجملة تحب أساعدك، مو أنا أكون موجودة ولازم تحل الواجب. أيضا الطفل مسؤول عن تسليم الواجب والوقت، مو الأم تركض وراته على حل الواجب. ما حل الواجب لازم يتفاهم يا المعلم. إحنا عندنا عبء أن الطفل لازم يتعلم، جزء من عملية التعلم أنه يخفق. أولياء الأمور يقعون في إشكالية أخرى، أن تحط توقعات كبيرة على الطفل وفي تجربة جديدة عليه، أنه لا لازم يجيب علامات كاملة أول مرة. فإحنا لازم نخفف من حجم التوقعات والضغط اللي على الطفل، ترى هو أول مرة يتعامل مع الأستاذ ومو شايف لنا مثلا، أو ممكن مو مدرسنا قبل، فنخفف حجم التوقعات. التأثير السلبي إذا أنا كأم دائما شنو هالتعليم، ما تعلم، ما استفاد، تتوقع أن الطفل راح يستفيد؟ كلا. يمكن المعلم يقدم، بس تأثير الإحباط، تأثير إخفاق الجو العام من الأسرة، وأنه ما يشوفون في نتيجة، الطفل نفسه راح يكتسب هذه الرسالة وما راح يقول فيه فائدة أصلا. صح. الحين خلينا ننتقل حق الأمهات اللي يمكن أنا أحسهم أكثر الأمهات اللي قاعدين يعانون في فترة دراسة عن بعد، إذا هم قرروا أن هي تكون عن بعد. هم الأطفال اللي نفس ما تكلمنا عنهم قبل شوي، اللي هم مرحلة ما قبل المدرسة، اللي هو تعتبر KG1 أو KG2. أكثر الأسئلة اللي أسمعها شلون ممكن نتصرف، شنو ممكن نعلم الطفل، خصوصا أنه ما في مدرس أو أن إحنا ما طفنا في هذه التجربة من قبل. شنو الأشياء أو النصايح اللي ممكن نقدمها لهم؟ إذا كان الطفل ملتحق بروضة أو بمدرسة في هذا العمر ممتاز. أولاً أتعامل مع المدرسة والروضة وأعرف شنو النظام، هل هو نظام أونلاين أو المواد المسجلة. هذه نقطة. النقطة الثانية أخصص إليه جدول مثل ما خصص إلى أخونا، فعلاً في دراسة. بعد في عمر الأطفال الصغار هذين يحتاجون أن تتفعل المعلومات حياتياً. مثلاً خلنا نبتدي بدرس الحروف، حرف الألف. ابحث لي عن حرف الألف بين أسماء إخوانك، أسماء عماتك. اليوم تعلمنا الجمع، يلا عندك برتقالتين حق أخوك وتفاحة حقك، كم بصير؟ اربط المعلومات الحياتية بالمعلومات المدرسية بحيث تصير عملية ربط ما بينهم الطفل بسرعة. استخدم المواد الموجودة في البيت، المكعبات، الألعاب، لعبة الكيشر، أبغى أعلمه لغة إنجليزية، يلا احنا اليوم راح نلعب لعبة الكيشر، شنو اسماء هذه الفواكه؟ انت رايح اليوم البرادة وعندك تشيس، يلا عدد المنيو. كل هذه الامور راح تعطي مساحة ومجال كبير لاولياء الامور ان يهيئونهم الى الدراسة وفي نفس الوقت يربطونها. كان قبل في احتجاجات كبيرة ان المواد المقدمة الى الطلاب بعيدة عن الواقع، اليوم احنا عندنا فرصة نخلق الواقع في بيوتنا. كان قبل في احتجاج انه مدارس وشنط وظهرهم، اليوم ما في شنط ولا ظهرهم، اليوم انت المتحكم في العملية التعليمية، فاستثمرها بذكاء. حلو، يعني عجبتني فكرة ان احنا نربط الاشياء اللي احنا نشوفها دائما للاطفال، بيصير اسهل عليهم. صح. وايضا بيحبون فكرة التعلم، ما راح ينفرون منها. اكيد. شكرا لك، يعطيك الف عافية. الله يعافيك. اهلا وسهلا. مشاهدينا بكذا نكون وصلنا لنهاية فقرة الأم والطفل لهذا الأسبوع، نشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي، ولكن الحين راح نطلع فاصل ومن بعدها راح نكمل باقي فقرات شمس البحرين. عاد لكم متابعينا من جديد. إيمان، لاحظنا مع زميلتنا زينة الحديث عن الدراسة عن طريق الأونلاين الإلكتروني. صح.
دراسة عن بعد، شلون الأمهات متقبلين هذه الفكرة وأيضا تقبل الطلبة، وشلون أنت تقدر تهيئ حق الطالب حق ولدك بيئة مناسبة للدراسة عن بعد. في هالفقرة استفدنا معلومات جديدة الأستاذة، يعني شرحت أشياء حلوة خفيفة وجديدة. وبنتم في الاستفادة ومع علماء النفس والباحثين اللي يتكلمون عن تطوير الذات. إذا لم تكن مرناً وتتماشى مع التغيير والتطوير، وإذا لم تكن سريعاً في النمو والتقدم، ولم تكن مبتكراً ومبدعاً لتواكب هذه الفطرة الإنسانية، فحتماً سوف تصاب بآلام الجمود. الحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا استضافة الأستاذة دينا البرشيد، قائدة تدريب ولايف كوتش متخصصة بالتغيير الذاتي. صباح الخير والنور والسرور أستاذة بداية. يا أهلا وسهلا. صباح الطاقة الإيجابية والسعادة كلها. الله يسلمك ويبارك لكم، خليتوني اليوم آخر ضيفة علشان نضيف للطاقة الإيجابية اللي أنتم بديتوا فيها في هذا الصباح. أكيد وياك أستاذة. يمكن حازم ذكر في المقدمة اليوم بنتكلم عن آلام الجمود، يمكن المصطلح بحد ذاته يكون جديد بالنسبة حق المشاهدين، بالنسبة لي حتى أنا. خلينا نتكلم اليوم آلام الجمود، أي مشاعر التي نحن ندير نقولها هذه آلام الجمود أو يسمى عليها آلام الجمود؟ أوكي. الجمود معناه هي حالة انتقال من شيء إلى شيء، حالة تغيير. فلما أقول لك أن المياه الراكدة تحولت من مياه كانت نظيفة إلى مياه راكدة، فكنت شو تشوفين؟ فتتخيلنا فوق المياه الراكدة شنو بيصير؟ أوساخ أو حشرات. فهي انتقلت من شيء إلى شيء. كذلك في الحياة كل شيء ينتقل من شيء إلى شيء، من حالة جمود إلى حالة سريان حركة. فعكس الجمود سريان. فإذا أنت تقولين الجمود هي فكرة وشعور من الخمول، الكسل، وعدم الرغبة في الحركة. ممكن على هذه المصطلحات كلها وعلى هذه المشاعر نقدر نسمي هي هذه المرحلة اللي نسمي فيها آلام الجمود. زين، هذه الأستاذة الحالة النفسية اللي تمر فيها أكيد في لها تتبعات بعد ما تمر في حالة الجمود وآلام الجمود. شو الأمراض النفسية اللي ممكن أنت تتلاشاها بعد؟ أكيد الجمود الذاتي هي مرحلة يوصل فيها أي شخص. إحنا عبالنا أنه هو بس الشخص اللي فاقد الأمل وواصل لمرحلة اليأس، يوصل لمرحلة الجمود والركود، وأنه هو توصل إلى حالة الانسحاب من الحياة والدرول سيمتمز. ولكن أنا أرد وأقول كل إنسان ممكن يمر في ذي إذا وصل لمرحلة جمود في الروتين. أنا وصلت لمرحلة أوكي أنا واقفة بس في مرحلة ستوب، وكأن مرحلة الارتياح الكومفورت زون، ما بغير، أنا كذي مرتاحة، عملي مرتاحة، في صحتي كذي زينة بطورها، أنا قارية كفاية ما بأطور روحي. فالواحد يوصل إلى مرحلة الجمود. فالعواقب اللي بتطلع حق أي شخص يمر في حالة الجمود، أولها هي عوامل نفسية، هي شعور بعدم حب الحياة وعدم حب الحركة فيها، بس بروح الشغل وكأنه يصبح إنسان ميت قاعد يشتغل ياكل يشرب روتينه فقط، كأنه على يستوي على كأنه أوتو بايلوت، ما عنده همة، ما عنده رغبة نفس الماكينة يعني. نفس الماكينة بالضبط. ما عنده مشاعر، ما عنده أحاسيس. الروتين ممكن يسبب هذا الشيء؟ طبيعي الروتين، بس دائماً أغلبية الناس متعودة على الروتين اليومي يعني. هذا الروتين اليومي ممكن يصبح جمود يومي إذا إحنا دائما ما غيرنا يعني حسب اختصاصي وحسب ما أنا أقول حق الناس. الروتين لابد أن يتغير على طول. فتشوفين أنا عادة أنا أنصح إلى 6 to 8 weeks، كل شهر ونص إلى شهرين الواحد يغير من روتينه. شنو الروتين؟ شلون أنا أقعد الصبح وين أقعد في مكاني؟ لاحظت اليوم غير. صح، أنت اليوم قلتي أول ما دخلتي سيري قلتي بغير شوي مكان قاعدتي. هذا هو. بس في ناس يعني ما تقدر تغير روتينها، مثلا أنت دوامي الساعة 7 الصبح. يس. الساعة 2 بطلع. يس. بروح الجيم مثلا الساعة 4. الساعة 6 برجع أريح. أوكي. بتعشى بنام خلاص. ما أقدر أسوي شيء غير. إي أوكي، هذه أجين نرجع إلى حياتنا فكرة، وكل هذه كلها مجرد فكرة. المعيق الوحيد اللي قاعد يعيق تطورك وإن أنا ما عندي وقت أنا ما أقدر أتغير، هو شيئين: حديثنا الداخلي السلبي اللي يعني 99% اللي يأثر، حديثنا الداخلي وتلفيظنا له. أوريدي أنا قلت أنا ما بتغير، فأوريدي صار في إيه، فالحقل الطاقي مالي وذبذباتي وعقلي الواعي اللاواعي شبك
انت ما تقدر، هذه روتينك ما تقدر تغيره. فانا دائما انصح بالبيبي ستيب، دائما اقول يعني صغروا اللقمه، ابتدوا بالتغيير حتى الاماكن. طاقيا اوريدي عقلك يشبك انه اوكي انا غيرت، انا رحت في مكان، فتصبح طاقيا انت متغير حتى في متجدد. البيت في السكن متجدد. فرشات الاسنان تتغير، اشياء بسيطه اول ما الانسان ينتبه ان انا بتغير اليوم، حتى يقول لك خزانه الملابس حاولوا تغيرونها من شيء الى شيء، لان كل ما احنا كنا في طاقة التغيير كل ما اوريدي العقل الواعي قدر انه يشبك انه اوكي ممكن يغير روتينه. اذا هو يروح 7 الصبح دوامه ممكن يقوم قبلها بساعة بساعتين يروح الجيم مثلا، بدل ما يروح بعد الشغل يروح الجيم قبل الصبح يغير. احنا ما نقدر، تعودت خلاص. التعويد هو انك انت تغير من العادات والسلوكيات بدل ما تصبح عادة. يمكن استاذ بسألك سؤال، الحين ذكر حازم شغلة قال احنا من روتين حياتنا انه خلاص مثلا نداوم بعدها نريح بعدها مثلا نخلص شغلات معينة وبعدها يبتدي نفس اليوم اليوم الثاني واللي عقبه. هل ممكن لحظات الجمود تكون حق فترات معينة وبعدها تنتهي؟ يعني مثلا ممكن لحظات الجمود تكون فترة مثلا صباحية وقت العمل وغيره، لأن الروتين يكون متكرر، بس من بعد العمل أنا بالعكس قاعدة أجرب أشياء جديدة مختلفة. جميل. فممكن آلام الجمود هذه تختفي من بعد الفترة الصباحية؟ أنا أنصح دائما الروتين أهم ساعة في اليوم هي أول ساعة اللي إحنا نقوم فيها الصبح. هني فيها التغيير، شلون الإنسان يقوم ويصنع روتينه المتجدد، رياضاته، تنفساته قبل لا يجي، امتناناته، وأكيد أكيد أكيد وحديث مع النفس إن هذا اليوم بيكون يوم رائع، أنا اليوم صحي، أنا اليوم نشيط، أنا وأكيد مع بعض التغييرات في الأكل الصحي يقوم الصبح. فيخلق روتينه. أنت شلون تشبك هذه البوصلة مالتك تشبكها أول ساعة الصبح وبعدين طول يومك، فما بيصير الروتين محدود على بعد الشغل. عشان كذي أنا يمكن قريت معلومة من فترة كانت يعني المعلومة تقول إنه دائما الفترة الصباحية سمعوا فيها أشياء إيجابية، صحيح. أشياء حلوة، لا تبتدون صباحكم بأي شيء ممكن يسبب لكم قلق، صحيح. توتر، المودة أول ما نقوم الصبح نشوف التلفون يمكن نشوف أخبار ما تعجبنا، فبالعكس استمتعوا أول ساعة أو أول نص ساعة من الصبح، لأن هذه بينعكس عليكم طول اليوم. أكيد وأكيد أنا وايد أحفز على الصمت، الواحد لما يأكل الوجبة الصباحية إنه يكون في صمت. أعرف إن أنا وايد ناس عندهم أهالي وعيال، ويعني خصوصاً الحين في الفترة إن الكل قاعد في البيت، دائماً أنصح خصوصاً الأمهات والأبهات. معنى الصمت. عشان تأخذ شيء يعني راحة مع نفسك. Exactly. الصمت لأنه مهم إنك أنت يوست يور مود. تفكر وتسوي سيرش. لا يكون تكون أنت هني يوست يور مود. مثل الراديو تشبك، انت ايش تبي تشبك عليه؟ اذا بتقوم في ضوضاء وصراخ وذي طول يومك بيكون عصبيتي، العمل شغل السيد بيكون ضدك، الحياه تيار الحياه بيكون ضدك، لانك انت يو سيت يور مود، الموجه مالتك الصباحيه على يكون فيها وايد ازعاج ووايد فيها غضب وايد فيها قلق. فانا دائما انصح حتى الامهات وخصوصا في هذه الفتره اللي الكل قاعد في البيت علشان ما يصير قلق وستريس وفوضى للعيال اللي اوريدي المدارس ما يروح، فهم في البيت، فاذا الام جات صارخت على الولد فتشوف شنو يصير، مصادمات مشاحنات، الياهل يعاند، ما يبي يروح الاونلاين الدراسه الاونلاين، الابو نفس الشيء. فانا دائما اقول اولياء الامور مهم مهم مهم، لو 20 minutes قبل لا تطلعون حق يومكم خذوا صمت بروحكم. عشان كذي يمكن حازم عشان احنا ما نربط يومنا كله بالاحداث اللي تصير الصبح، إذا زحمة قلناها لأن الصبح وصلني خبر مو بحلو والله صار شيء في الشارع، لأن هو ربط الأحداث. ربط الأحداث. نروح إلى ربط الأحداث بين الأيام، مستقبل واللي هو الماضي. أمس أنا على سبيل المثال صار خلاف بيني وبين إيمان، ثاني يوم باي أنا رابط الخلاف ذي نفسه وباي قال بوزي على إيمان، شلون أقدر أغير هذه العادة؟ قال بوزك وعقب نفس الشيء التلفزيون والمشاهدين، ترى هاي الطاقة باي ذا وي توصل 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 للستاف كله، للستاف والتلفزيون والعالم والمشاهدين ما لهم ذنب. لا الحمد لله ما عمرنا لا نتغشمر ما فينا شيء، يعني بس فعلا المثال هاي اللي تقوله فعلا حقيقة. طاقة الغضب من أي شخص هي والأفكار الداخلية المشاحنة الداخلية تطلع على السطح وتطلع على الهالة وتأثر في محيطك، وأي مكان تروح تأثر، منزلك، عملك، الأماكن العامة تأثر. ف
ففعلا let's go back على موضوع الأمس الماضي والمستقبل. نعم. العقل بطبيعته يبي يجر الإنسان فكر بأمس أو فكر لباكر شوف أمس يسووا فيك وباكر نفس الشيء فيقعد دائما في سجن. شنو السجن؟ توقفوا عند حد. أيوة. فهو يبي له تريننج. فإذا الإنسان جلس في الماضي أو المستقبل يصبح في سجنين، سجن الماضي ألم وقيود سواء التجارب المفرحة أو المؤلمة، والمستقبل سجن ثاني من القلق الوريز الخوف والمقاومة وعدم اليقين أن بكرة يوم أجمل يوم أنا عندي يقين بربي أن أنا مستقبلي زين أن أنا بخير وأن أنا بصحة. فللتخلص من هذه السجنين الإنسان لابد أنه يطلع في قوته هنا والآن. هل بسألكم سؤال، الماضي موجود الحين معاكم؟ لا. المستقبل تدرون عنه؟ لا أكيد. فالعقل جدا محدود وبس يبي له تريكس بسيطة تلعب عليه كله وين أنا؟ الماضي أمس خلص عشان وبكرة ما يقول عيش ناخذ نفس بيومة. عيش اللحظة. شنو عيش قوة اللحظة هنا والآن؟ أول ما تينا أفكار القلق والخوف من يعني نقدر نقول أنا أترك الماضي. نعم. وخلاص أنساه ولا أحاتي شنو بيني. صحيح. بدون تخطيط أمشي؟ لا التخطيط مهم، أنا أقصد القلق والتوتر وزيادة التفكير إن أنا باكر وإن أنا بخاف وإن أنا عيالي وإن بعد الكورونا إيش بسوي وإن أنا خاف عليهم يطلعون وإن أنا صح في ناس تتأثر وايد فهذا التأثير يأثر الخوف من يعني الخوف من المستوى يأثر حتى على الأطفال والعوائل. فأنا دائما أقول قوتك هنا والآن، خذوا أنفاس ارتاحوا. هل تملك أمس؟ لا، الأمس هو فقط تجارب نستفيد منها نتعلم منها. شكراً لأمس. وأكيد أهم جزء لتحرير الماضي هو مسامحة الماضي، مسامحة أنفسنا وعدم جلد الذات. أنا يوم كنت هذه أنا غلطت، أنا خذيت قرارات خطأ. فهذه جداً 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 تأثر في 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 موضوع الألارم. الحين كلنا اتجهنا العقل يجرنا أصوات. فمثل ما العقل سهل يروح يجرك مني هناك، سهل أن أنت تجيب إلى قوة هنا والآن وناخذ أنفاس عميقة وتسيطر عليه وتسيطر عليه. والتخطيط للمستقبل جدا مهم، ولكن من غير زيادة خوف، فقط إيمان وهمة وعزيمة بأن أنا أقدر وأنا أستطيع أخلق مستقبل من واقعي الآن من قوتي وليس من خوف. عشان كذي يمكن حازم دائما يعني نسمع يقولون إنه لا تنام وأنت مضايق عشان هذه ما يأثر عليك حق باكر، يعني صف حساباتك خلاص. ايه إذا كنت تفكر في شغلة يعني عندك شيء مهم خلاص صف الحسابات قبل ما تنام لأنه ممكن يأثر عليك. احنا دائما حساباتنا مصفيه الحمد لله. هذه نقطه مهمه اكيد نشكرك عليها الاستاذه دينا البرشيل، قائده تدريب ولايف كوتش متخصصه في التغيير الذاتي. شكرا لك على هالمواضيع اللي كل اسبوع تثريني فيها ونستفيد منها. انا شخصيا استفيد منها. شكرا 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 لكم. ولازم كلنا يعني في مساحه وعي اكبر، كل ما احنا رحنا في مساحه وعطينا روحنا الفرصه بتغيير نمط افكارنا، شي يصير نمط افكارنا تتغير، تتطور البشريه، تتطور عوائلنا، تتطور الحياة. وجدنا علشان نتطور ونكون في حركة سريان وحركة بدل ما نكون في حركة جمود ولا شيء. أكيد شكراً لك شكراً استاذة. لكم نتمنى الأسبوع الجاي بعد تكون من الصبح أكيد. ومن الصبح أول موضوع على أساس بعد طول الأسبوع يعطينا طاقة إيجابية. إيجابي شكراً شكراً. الله يبارك فيكم الله يعطيكم. شكراً جميعاً. شكراً لكم. أكيد بكذي نكون وصلنا معاكم لختام حلقة يوم الأحد من برنامج شمس البحرين، على أمل أن يتجدد معاكم اللقاء باكر بإذن الله. بكرة إن شاء الله بيتجدد أيضا لقائنا إن شاء الله. ما في شيء ما في خلافات ترى. نراكم على خير إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة.